عليكم، لاباس عليكم، بخير. مرحبا بكم في قناة سميرة حديدو للطبخ والحلويات. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم بودرة الخضرة اللي تجي رائعة اللي عندها بزاف الاستعمالات، نتمنى انها تعجبكم. لاباس عليكم، بخير. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم بودر الغبرة ديال الخضرة اللي تنسمو بها في عوض ما نبقاو نشريو هذا سميتو البويون، هذاك المكعبات، ولا دونك تنستعملو هاد الخضره هادي تنصوبوها على يدينا، وان شاء الله من بعد ندير معكم مكعب ديال البنه، المكعب ديال البنه نديرو معكم ان شاء الله. دونك هنايا عندي ثلاثه ديال الخزويات، عندي ثلاثه ديال الجزر، ثلاثه هذا. دونك عندي جوج من هاد اللفت هذا، ها هو، وعندي جوج من هذا، جوج من هذا. لما كاينش هذا استعملوا غير اللي موجود دابا، الحمد لله دابا راه واجدين كلهم عندنا. باغدون نحيد هذا. عندنا واحد من اللفت المحفور هذا، جوج حتى هما، ماشي واحد، جوج، كلهم جوج جوج، الا خزو سته ديال هذا، اربعه ولا خمسه ديال الخزويات، وجوج بروات عندنا، هذا حتى هو جوج، عندنا البرو حتى هو جوج، عندنا البصله وحده تكون كبيره اولا جوج، عندي سته ديال الريوس ديال الثوم هكا، غديروا لهم هكذا. دونك عندي هذا، عندي الكرافس، شويه تاع الكرافس هكا، وعندي قزبر ومعدنوس هكذا. دونك هادو هاد الكرافس غنقطعهم، هما والقزبر ومعدنوس هكذايا، نقطعهم عشوائيا، ماشي ضروري صغيورين ولا، ولكن ما نخليهمش كبار بزاف باش يبسوا ليا دغيا مع الخضره، ما خصهمش يكونوا رقاق باش ما يتحرقوش. دونك وغادي نضيفهم. غادي نخلط هاد الخضره ديالي مزيان. دونك قلنا أربعة ولا خمسة ديال الخزويات، قلنا ستة ولا سبعة ديال الريوس ديال الثوم، عندنا جوج اللفت اللي هو هذا، جوج تاع اللفت الاحمر هو هذاك اللي فيه الاحمر هكذا، هذا جوج تاع اللفت المحفور اللي هو هذا، انا خليته بالطراب ديالو باش تشوفوه كيفاش داير باش تعرفوه، وجوج تاع البرو هو هذا. دونك صافي، والقزبر ومعدنوس والكرافس. دونك دابا اسمحوا لي بعدا نشلل يديا حيت هزيت اللفت محفور فيه التراب. دونك هنايا دونك عندي الطاوه فيها البابي سولفير ايزي، دونك غادي نحطهم، غادي نخوي الخضره، غادي نسرحها وغادي نخشيها في الفران على 60 درجه. بحال دركا الا خشيتهم دابا مع 9 الصباح ولا 9 ونص، ما غنحيدهم حتى 4 العشيه، غنبقى كل مره نحركهم، نهز دوك التحسانيين ونحرك من التحت هكا، ندير ليه هكا في الفران حتى نلقى الخضره ديالي كلها يبسات. دونك على الاقل واحد 15 ساعه، واحد 12، من 12 ساعه وانتم تتقلبوا، لان غير على 60 درجه راه الفران بارد، غير مصهد، تيكون غير الصهد. دونك ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. من بعد ما دازت بالضبط انايا 12 ساعه، لان درتهم مع ديك 10 ونص، حيدتهم من الفران مع 10 ونص، مع 10 ديال الليل. دونك 12 حتى 13 ساعه. دونك ها هما، ها نتوما شوفوا الخضيره كيفاش يبسات الفران، كيف قلت لكم 60 درجه، يبقى على مهلو، ما تكونوش باغين تخدموا به، ما تكونوش باغين تخدموا به، يكون على مهلو حتى تساليو شغالكم وكلشي، وعاد ديروهم هذا سميتو. ها نتوما شوفوا الثومه، لان الثومه تحتاج الوقت كبير باش تيبس، ها نتوما بقات ليا هكا، اما الخضيره كلها يبسات. ها نتوما شوفوا كيفاش تقرمش. دابا انا غنطحنها وغنديرها في قرعه وندوي على الاستعمالات ديالها.
هنايا من بعد ما وجدنا لا بودغ ديال لي ليغوم ديالنا ديال الخضره، البودره تاع الخضره، دونك عندي غتعبروها. انا لقيت هنا 100 غرام، دونك عندي الثلث ديالها ديال الملح، دونك واحد المعلقه كبيره، معلقه كبيره ديال الملح 30 غرام اللي خصها دار فيها. فوالا دونك نخلطها مزيان. دونك صافي، ما بقى ليا الا نديرها في قرعه وغادي نخشيها في البلاكار. الا درتو كميه كبيره خشيوها في الكونجيلاتور، خليو ليكم في قريعه باش تخدمو، والباقي ديرو في الكونجيلاتور بحالها بحال العطريه. كلها العطريه تنخشيوها في الكونجيلاتور باش تبقى محافظه على النكهه ديالها. تنجبدو بشويه بشويه، تنجبدو شويه تنخدمو به. هي راه ما تتكونجلاش، راه تتبقى هكا بودره، غير تتورقو عليها في البلاستيكه هكذايا، صافي تترخف، صافي تتفرتت هكذايا. دونك وخدمو بالكميه ورشعو الكونجيلاتور. وفي الحقيقه اللي غادي يدير كميه كبيره، فهمتوا؟ اللي غادي يدير، اللي غادي يصوب كميه كبيره، تخرج له قريعه تبقى له بعدا على طول واحد 6 شهور ولا، وعاوتاني على ما يعاودها. انا حيت باقا ليا ديجا في الكونجيلاتور، دونك ها هي يا هادي زدتها غير باش نوريكم نتوما الطريقه ديال هاد الحفظ. دونك هادي نديروها في الكسكسو، نديروها في المشويات، نديروها في مريقه، في الطواجن، تتجي رائعه في الطواجن، بزاف 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 عاد تتجي لذيذه في الطاجين، تتغير النسمه ديال الطاجين ديالكم. وبالصحه والراحه، ايوا هذا جهدي عليكم بصحتكم. البودره ديالنا الخضراء هي هذه، بالصحه والراحه. من بعد ما زدنا فيها الملح، دابا ما بقى ليا الا نديرها في القرعه ونخبيها في البلاكار لحين الاستعمال ان شاء الله.